استاذ نديل، خليني اذهب مع حضرتك لملف اخر، الملف اللبناني. الحقيقه البنك الدولي مؤخرا اعلن انه لبنان اصبح في القاع بسبب صراع الاحزاب الحاكمه على تقاسم الحصص في الوضع. ايضا الوضع في الاعتبار انه هي لبنان بصدد مجموعه تشريعات مختلفه في القريب. كيف تقرا الوضع الان؟ يعني طبعا لبنان من فتره وهو فيما بعد الجحيم. طبعا تقرير البنك الدولي بيقول حاجه خطيره جدا، واقعيه جدا. يعني خد بالك، ناخد بالنا انه مثلا حجم الاقتصاد اللبناني اللي هو الناتج القومي الاجمالي كان 55 مليار دولار قبل سنتين، اصبح الان 33 مليار دولار، يعني 40% انكماش في حجم الناتج القومي الاجمالي. ولم تعلن ارقام العام الحالي بعد، فهناك مزيد من الانكماش. هذا فوق ما نعرفه من انه نسب الفقر تخطت حاجز ال 50% من فتره طويله، ربما قاربت الثلثين الآن. نعم. ما نعرفه عموما من أنه الحياة اللبنانية في حالة شلل تام. طبعا يضاف للشلل الشلل السياسي الذي نعرفه من شهور طويلة، بندخل في فولكلور تكليف سعد الحريري، الرجل الذي كلف ولم يؤلف يعني، وهكذا. والتحدي صراع الديكة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون وإلى آخره. في متغير طبعا جديد ان حزب الله على سبيل المثال، وهو رقم مهم في المعادله اللبنانيه، في ظل تخلي يعني اوساط عربيه عن نرجه لبنان وشكواها من انه لبنان بواسطه حزب الله تحت الهيمنه الايرانيه، حين ترك لبنان ايه التطور الأسوأ الذي جرى؟ ان حزب الله وزعيمه السيد حسن نصر الله اعلن ان في بواخر ايرانيه سوف تاتي بالمازوت والبنزين الى ميناء بيروت، واللي يتفضل يمنحها يتفضل يمنحها. لا، دخلنا في وانه ايران عرضت تزويد لبنان بكل احتياجاته بالليره اللبنانيه وليس بالدولار. هذا جزاء التخلف عن فعل في الوقت المناسب، وقد حذرنا من ذلك كثيرا، لانه الذين يشكون من هيمنه ايرانيه عليهم ان يقاوموا هذه الهيمنه الايرانيه بالمنطق التالي: كل فراغ تتركه خلفك يحتل غيرك، ان لم تتقدم لملء هذا الفراغ سوف تظل تشكو وتندب وتلطم والى اخره. هذه هي المشكله، لان لبنان يستهين به البعض لصغر حجمه. هذا البلد الجميل ليس مجرد بلد سياحي، هذا بلد بالغ الاهميه، شره الامن القومي العربي. فانت في النهايه يعني تخلف العرب عموما عن التصرف في الوقت المناسب، وقد دعوت من قبل مع اهتمام الرئيس السيسي بالوضع اللبناني وتقديره قبل شهور انه من العبث ان نظل نتفرج على ما يحدث في لبنان، الى ان تقوم مصر وهي قادره على ذلك. وطبعا التطورات الاخيره خاصه عن الجبهه الفلسطينيه وزياده مؤشرات وثقل الدور المصري تؤهلها اكثر، لانه تتقدم لتصور لنجده لبنان. لبنان اللي بياخد بواخر كهرباء من تركيا يمكن يقدر ياخد كواخر كهرباء من مصر. يعني احنا في النهايه محتاجين نحتاج الى ان نتصرف بصوره هجوميه انجاز التعبير في التاريخ، كما نتصرف في غزه الان ازاء لبنان، مع فارق طبعا بين الوضع في غزه والوضع في لبنان والسهوله النسبيه للوضع في لبنان والتقدم الى نجدته. فببساطه يعني لا اريد ان اقول انني اكرر الصراخ في البريه بان ادعو الى نجده عربيه لبنان. يا اخوانا تقدموا لإنقاذ لبنان، لأنه فاتت فرصة اللوم. الكلام عن أنه مين اللي هيشكل، طبعا أنت عارفة أنه البرلمان اللبناني أعاد تأكيد بقاء سعد الحريري كمكلف، وفي نوع لغة تطورت بالتحدي بين الشخصين، بين الحريري كممثل للسنة وبين عون الذي يعتبر نفسه ممثلا رئيسيا للموارنة. وفي كمان تطورات أخطر، يعني في تفكير لدى كتل لبنانية، كتلة المستقبل التي تتراس الحريري وكتلة تيار الوطن الحر التي يتزعمها عون، عن فكرة الاستقالة الجماعية من مجلس النواب اللبناني، بما قد يدخل لبنان في دوامة فراغ لا نهائي. لبنان تأسس مرتين، مرة في 1943 عقب الانتداب الفرنسي بالميثاق الوطني، ثم تأسس مرة ثانية جمهورية ثانية بعد اتفاق الطائف نهاية الثمانينات أوائل التسعينيات. لبنان يحتاج إلى تأسيس ثالث ربما لجمهورية ثالثة تنهي وضع المحاصصة الشائه الذي جعل الدولة اللبنانية أقرب لشركة مساهمة لكل طائفة فيها سهم معلوم. هذا وضع لم يعد قابلا للاستمرار، في تهديد حقيقي لبقاء
الكيان اللبناني. والحمد لله أن لبنان لم ينجرف ولم ينزلق إلى حرب أهلية جديدة إلى الآن، رغم أن كل العناصر التأهيلية موجودة. ربما وهذا كلام قد لا يعجب البعض، أنه في بعض الأطراف في لبنان كحزب الله مثلا والشيعة يملكون فائضا من القوة يحرم الآخرين من فرصة المغامرة إلى حرب.